مع الجمهورية اليمنية العربية ابتداء من الساعة الخامسة من يوم الخميس. بسم الله وباسم الشعب، تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة الخامسة من ليل الخميس الموافق 26 من سبتمبر 1962. من داخل مبنى إذاعة صنعاء ألقى الأستاذ عبد الله حمران البيان الأول لإعلان الجمهورية وسقوط الملكية للأبد. في مثل هذه اللحظات قبل 54 عاما انطلقت هذه الشارة لتنهي عهد الرجعية وتعبر باليمن إلى العصر الحديث. كانت ليلة فاصلة بين الظلام والضوء، بين التمييز الطبقي والمواطنة المتساوية. أنهت ثورة 26 من سبتمبر عهدا طويلا من حكم الأئمة المقرون بالظلم والاستبداد والتمييز الطبقي بين اليمنيين على مدى أكثر من 1000 سنة. كتب نهايتها هذا اليوم المجيد الخالد في تاريخ اليمنيين. تعرضت ثورة سبتمبر لإرهاصات خطيرة، سواء من قبل الملكيين العائدين إبان الثورة بمخاضاتها التي استمرت قرابة 8 سنوات، أو من قبل المتلبسين بثوب الجمهورية الذين لبسوا شعاراتها ومارسوا بحكمهم نقيضة تلك الشعارات، بل وختموا مسيرتهم السياسية بالتحالف الآثم مع جيوب الإمامة الجدد القادمة من كهوف الظلام والرجعية. تغييب هؤلاء لتاريخ ثورة سبتمبر وأهدافها ورموزها بعد الثورة غيبت الأجيال الجديدة عن معرفة مدى قبح نظام الإمامة، فنشأ هذا الجيل وهو لا يعرف من 26 سبتمبر غير أنه يوم إجازة رسمية. أما اليوم وبعد انقلاب الإماميين الجدد وإسقاطهم مؤسسات الدولة ونهب مقدراتها، شعر كل اليمنيين الأحرار بأهمية وعظمة 26 من سبتمبر، وعمت الاحتفالات ربوع اليمن الجمهوري السعيد، واحتفى به اليمنيون أكثر من أي وقت مضى. ففي مأرب أوقدت هذه الشعلة واحتفل الأحرار بالذكرى 54 للجمهورية بحضور رسمي وشعبي كبير. وفي تعز أيضا أشعلت قيادة المحافظة المدنية والعسكرية شعلة سبتمبر، وسادت المهرجان أجواء وطنية بهيجة. مرت هذه الشعلة على البيضاء ودمت والعود والحجرية والتربة والكثير من مدن وأرياف الجمهورية لتضيء سماء اليمن بعظمة هذا اليوم المجيد، وتعيد للأذهان أهمية أن تحرق هذه الشعلة كل أمنيات الظلاميين بعودة حكمهم البائد. حتى صنعاء التي كانت مهد سبتمبر لا تزال فيها بقعة ضوء رغم الظلام الإمامي الذي يكسوها لبرهة. لا تزال معركة سبتمبر مستمرة اليوم بنفس الأبطال الذين وهبوا أرواحهم للحرية ضد ذات الأعداء الذين يحاولون التشبث بالظلام.